أول يوم بيدخل فيه الطفل المدرسة وبالتحديد كي جي 1 بيبقى يوم صعب جداً على الأم وعلى الطفل. انهيار، مرمغة على الأرض. إحنا اللي عملنا ده في أولادنا. لا أنا عايز أمشي حالي. إحنا اللي وطرناهم من الدراسة. المذاكرة على الرابعة. مش عايز أروح. من أول يوم قاعد على الكتاب ما تقومش من عليه. المدرسة تجربة فيها استقلال غير أي تجربة تانية. الهدف إني أكتشف مواهب الطفل، مش الهدف إن كلنا نطلع دكاترة على فكرة. الهدف كلنا ان نبقى شطار في المدرسه. مش ولادنا بس اللي بيرجعوا المدرسه، احنا كمان بنرجع معاهم وبنقعد نحضر ل 100 حاجه من بدري جدا. ماما بتعمل لك سندوتشات ايه في المدرسه؟ اللحمه. مره طلبوا رز لانش اسمه همبرجر، الوان شمع والوان ميه. ليه انا مش عارف، هو فاضل حاجه واحده ما طلبتش، سرير والمرتبه بتاعت الطفل الحقيقه. لا، قبل ما يركب الباص في نقطة مهمة، إن هو لما يعدي من قدام الباص، سواء الأوتوبيس ما بيشوفش ورا كاملاً. الأطفال كلها بيبقى عندها حاجة اسمها حب المغامرة. إزاي أقيم علاقة ابني بين المدرسين بتوعه؟ في طريقتين للفت الانتباه، يعني تبقى مؤدب قوي وشاطر قوي من غير ما أنا أتكلم دروس مذاكرة ما بنطقش أنا، تبقى فاشل جداً ووحش جداً. الحفرة دي بتعور فينط فيها. كل ده هنحاول نحله لكم في الحلقة الجاية من ماما ذات أم. استنوا mama.com مع فاطمة مصطفى الخميس الساعة 8 مساء على CBC.